ماهر الف مبروك مبروك يا كابتن اسلام، شريف، الف مبروك مبروك يا كابتن اسامه. اعتقد 3 نقاط هامه جدا وصعبه جدا. غاليين جدا، ومباراه تكتيكيه على اعلى مستوى للفرقتين. مبروك للنادي الاهلي ب3 اهداف، هدف لرمضان صبحي وهدف لازارو وهدف لاحمد الشيخ. مبروك للاعبين، مبروك للاداء. الشوط الثاني بالذات يا اسلام، النادي الاهلي ادى اداء متميز من كل فنون كرة القدم، من الناحية البدنية، من الناحية المهارية، من الناحية التكتيكية. عايزين نحيي وادي دجلة على الشوط الأولاني، شوط جيد. شوط وادي دجلة لعب بيه مع النادي الأهلي ب3 طرق دفاعية. بدأ الأول ضاغط على النادي الأهلي من قدام، ثم بعد الفترات ضغط على النادي الأهلي في ثلث الملعب. هنتكلم في كل هذه الأمور، ولكن خلينا نطلع نشوف أهداف